بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدا وبه نستعين ومنه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. ايها المتابعون ايها المستمعون الكرام، من هنا من على ارضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة، أحييكم بأجمل وطيب التحايا، فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل محبة وسلام. تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات في هذا المساء، شوط يليه الآخر، وترحيبنا بكم يتجدد مع بداية انطلاقة الشوط الحادي عشر لفئة الإبكار، ومع تحديات سن الكبار، سن الإبداع وسن الإبهار، سن الثنايا، ومن مسافة 8 كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لأحداث ووقائع هذا الشوط ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي نشهد فيه تحديات وانطلاقات. هذا اليوم نسير إلى بداية الشوط وإلى المركز الأول، المقدمة والصدارة شقرة لهجن الرئاسة، ومن يقدم شقرة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من تتقدم في هذه اللحظات شقرة بشعار هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الثاني الوصول والقدوم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز وثاني التحديات، تتابع الانطلاق والقدوم من قبل هذا الشعار، وصلت في هذه اللحظات كذلك بشعار هجن الرئاسة، ومن يقدمها في هذه اللحظات هذه المسك، ومن يقدم المسك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وأيضا القدوم والوصول والانطلاق من قبل هذا الشعار جبارة لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، قادم مع ثالث المراكز ومع ثالث التحديات والانطلاقات والأسماء المتقدمة والمشاركة والباحثة عن الفوز والانتصار، وتابع الوصول من قبل طغى من انضمت للمعركة الأمامية كذلك بشعار هجن الرئاسة، ومن يقدم لنا طغى المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الخامس هذه كحيلة بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ومن يقدم لنا كحيلة أحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي في عملية التضمير، المركز السادس أو تابع الوصول من قبل حقا بشعار هجن الرئاسة المجازف في عملية التضمير، المركز الثامن القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل النهضة بشعار هجن الرئاسة والقادمة في هذه اللحظات، مع المركز التاسع هذه الهاشمية فيصل بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف هو المتقدم، مع المركز التاسع عاشر المراكز القدوم من قبل الشايبة بشعار هجن الرئاسة، ومن يقدم الشايبة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. إذن متابعينا الكرام، النداء للمراكز العشر المتقدمة، المراكز الأهم والأبرز والأخطر في هذا الشوط أتممناه على مسامعكم، ولكن عودتنا إلى البداية وإلى المركز الأول، إلى الصدارة وإلى قيادة هذا الشوط. هذه شقرة مع المركز الأول تتقدم مع أول الأسماء وأول المراكز بشعار هجن الرئاسة هي المتقدمة، ومن يقدم لنا شقرة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني، هذه الحقة قادمة مع ثاني المراكز ومع ثاني التحديات كذلك بشعار هجن الرئاسة، وبمتابعة المجازف المركز الثالث، وصل الطغى مع المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة، قادمة مع ثالث المراكز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الرابع القادمة المسك كذلك لهجن الرئاسة وبمتابعة المجازف، أما المركز الخامس فهذه جبارة لهجن الرئاسة، ومن يقدم جبارة الظافر علي بن جميل الوهيبي مع خامس المراكز. المركز السادس وصلت كحيلة بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مع سادس المراكز وسادس الشعارات، ومن يقدمها في عملية التضمير أحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي المركز السادس،
السابع وصلت في هذه اللحظات وتقدمت مع سابع المراكز هذه اللي وصلت وانضمت للمعركة النهضة لهجن الرئاسة قادمة بكل قوة وأيضا الوصول والقدوم من قبل الشايبة وصلت في الشايبة بشعار هجن الرئاسة ووصل الخيالي قادم مع انطلاقة الشايبة أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي في عملية التضمير. نعود إلى بداية الشوط إلى المركز الأول وإلى المعركة الأمامية إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا صدارة شقرة مع بداية الشوط متقدمة منذ البداية إلى هذه اللحظات تسيطر تمام السيطرة بشعار هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الضيوف القادمين والعانين والمشاركين في هذا الكرنفال وهذا المهرجان الأخوي الكبير. فمرحبا بكل القادمين من كل حدب وصوب. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات الحقة كذلك بشعار هجن الرئاسة ومن يقودها في عملية التضمير المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الثالث القادمة طغى مع المركز الثالث أيضا بشعار هجن الرئاسة. والمركز الرابع أيضا الوصول من قبل شعار هجن الرئاسة مع هذا الانطلاق وكذلك المركز الخامس من نصيب هجن الرئاسة مع اندفاع الجبارة ومن يقدم جبارة في عملية التضمير الظافر علي بن جميل الوهيبي. إذا متابعينا الكرام أتممنا النداء للمراكز المتقدمة المراكز الأهم والأبرز في هذا الشوط خماسية رئاسية مع الصدارة ومع البداية ومع المراكز المتقدمة. أعود من جديد إلى المركز الأول أعود إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول. هذه شقرة مع البداية لا زالت متمسكة بأمور الصدارة ومع المركز الأول تتقدم بهذا الشعار شعار هجن الرئاسة أحد الشعارات القوية والحاضرة والمشاركة في هذا المهرجان والباحثة عن الفوز الأكبر والنوماس هناك عند خط النهاية. المركز الثاني الوصول والقدوم في هذه اللحظات تقدمت وانطلقت في هذه اللحظات وصلت في هذه اللحظات الحقة أيضا لهجن الرئاسة. والمركز الثالث تقدمت جبارة في هذه اللحظات لهجن الرئاسة بمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي. والقادمة طغى لهجن الرئاسة وانضمت الشايبة للمعركة الأمامية أيضا بشعار هجن الرئاسة وبمتابعة أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي وأيضا الوصول أيضا القدوم من قبل الحقة لهجن الرئاسة. الله 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 على هذه الأسماء كوكبة من النجوم والأسماء المتقدمة مع بداية هذا الشوط. نعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة بقيادة شقرة مع المركز الأول لهجن الرئاسة المؤسسة العملاقة القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تتقدم وتحكم القبضة مع المراكز المتقدمة في هذا الشوط. شقرة مع بداية الشوط شقرة مع الصدارة لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام المجازف مع بداية الشوط ومع المركز الأول ومع هذا الاندفاع والانطلاق المتقدم. يا سلام المركز الثاني الوصول والقدوم في هذه اللحظات أيضا بشعار هجن الرئاسة قدمت في هذه اللحظات الشايبة بشعار هجن الرئاسة وبمتابعة أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. والمركز الثالث أتابع الوصول والقدوم أيضا كذلك بشعار هجن الرئاسة مع المركز الرابع وكذلك مع المركز الخامس خماسية رئاسية حمراء تتقدم مع المعركة
الأمامية ومع الأمتار الحاسمة كيلو ونصف الكيلو. ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن الفوز، ما تبقى عن الانتصار. الله 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 على هذا الإبداع وعلى هذا الإمتاع. في سن الكبار سن الإبداع والإبهار، تتقدم في هذه اللحظات هجن الرئاسة مع المركز الأول وبمتابعة المجازف مع المركز الأول ومع صدارة الشوط. تتقدم شقرة قائدا لمسيرة هذا الشوط منذ البداية إلى هذه اللحظات، تحكم القبضة مع هذا الانطلاق. المركز الثاني المسك، المسك قادمة مع ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات سياسة، وتقدمت سياسة أيضا لهجن الرئاسة وأيضا الوصول أيضا القدوم في هذه اللحظات. وتقدمت في هذه اللحظات سمرقند قادمة لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي خامس المراكز. وصلت الشاهينية لهجن الرئاسة، ولكن نعود إلى بداية الشوط، إلى المركز الأول، إلى النوماس، إلى الأمتار الأخيرة يا بن زيتون. الله الله الله، شقرة 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 مع البداية، شقرة مع الصدارة، ولكن الملاحقة من قبل سمرقند. وأيضا وصلت سياسة، سياسة قادمة بكل قوة. الله الله الله، لمن الفوز؟ لمن النوماس؟ الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة، سمرقند سمرقند. الله الله الله، لمن الفوز؟ سمرقند وسياسة، سياسة وسمرقند. 200 متر الأخيرة، اللحظات المثيرة، روحت سمرقند بشعار هجن الرئاسة وبمتابعة الظافر من ظفر بنوماسي هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الفوز. أيضا المركز الثاني وصلت سياسة لهجن الرئاسة، والمركز الثالث وصلت الشاهينية لهجن الرئاسة. المركز الرابع وصلت المسك لهجن الرئاسة. المركز الخامس وصلت الشاهينية لهجن العاصفة. التهاني والتبريكات لهجن الرئاسة على هذا الفوز وعلى انتصار سمرقند بالمركز الأول. التهاني والتبريكات للمتابع لهذا الشعار علي بن جميل الوهيبي، من قدم لنا سمرقند لتظهر بنوماس هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك لهجن الرئاسة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار بالمركز الأول. توقيت سمرقند صاحبة المركز الأول في هذا الشوط. توقيت سمرقند 12 دقيقة 39 ثانية، جزئين من الثانية. هذا توقيت صاحبة المركز الأول. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات سياسة لهجن الرئاسة، والتوقيت الزمني توقيت سياسة صاحبة المركز الثاني 12 دقيقة 39 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. المركز الثالث، ثالث المراكز. المركز الثالث من نصيب هجن الرئاسة، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 42 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والنوماس. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله مساءكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء بكل خير وبركة. متواصل